الاهلي هو رقم واحد. رقم واحد. خلينا استعرض مع حضراتكم كمان هبه احمد بتقول الف مبروك لابطال الدوري ومش هنتنازع عن الثلاثيه ان شاء الله. تمام يا هبه باذن الله. طيب يعني محمد توفيق معنا ولا محمد عادل على الهوا؟ محمد عادل نجم الفريق، اهلا بيك يا محمد والف مليون مبروك. اهلا بيك يا كابتن هيثم، وبمشي على الكباتن الكبار الكابتن هاني مسلحي وكابتن ماجد مصطفى طبعا. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله النهارده فوز مستحق على نادي الزمالك. نادي الزمالك طبعا فريق كبير. احنا كنا النهارده كنا رجاله، كنا مستعدين للبطوله بشكل كويس جدا، معسكرات الجهاز الفني مش مقصر معانا في اي حاجه، الجهاز الاداري ما فيش حد مقصر، الحمد لله كنا مركزين من اول بوم، والحمد لله قدرنا نفوز على نادي الزمالك، وان شاء الله الدوري النادي الاهلي ان شاء الله. محمد انت كنت نجم النهارده في مركز ثلاثة في وسط الشبكه، الحقيقه شفنا روح كبيره، شفنا في الشوط الاول لما حصل ان احنا خسرنا الشوط الاول، شفناكم الشوط الثاني بتجمعوا نفسكم، وشفنا ليك دور كبير يا محمد انت وعبو في المكان بتاعكم، يعني كلمني عن شعورك بعد انتهاء الشوط الاول يا محمد. والله يا كابتن هيثم احنا من اول الماتش نازلين مركزين، كابتن ميدو مفتحي قال لنا مش هنرفع سريع كتير، احنا سناتر بلوك عندنا انا ولا عبد الحليم، الحمد لله احنا اساسي منتخب مصر واساسي النادي الاهلي، فاحنا مميزين بالسناتر ومميزين باحمد قطب، فما لما يرفع سريع ونخلص بيقلب الملعب لاحمد قطب ولا شكر ولا اللعيبه في مركز اربعه ولا في مركز اثنين، فبنطلع بسنجل بلوك فبنخلص على طول الكور المباشره. فاحنا لما خسرنا اول شوط صممين برضو لازم نخلص الثلاث شوط اللي جايين دول عشان نفوز بالدوري، ولسه عندنا ماتش سموحه اللي جاي ان شاء الله، نكسب ماتش سموحه ونكسب ماتش الجيش، يعني احنا مش عشان خاطر كسبنا ماتش سموحه ولا نكسب خاطر ماتش الجيش، هنكسب ان شاء الله الماتشين وخدنا الدوري بدون اي هزيمه ان شاء الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله الفتره اللي جايه وفي البطوله الافريقيه ان شاء الله. محمد يعني طمني انتوا حالتكم النفسيه ايه؟ شايفين ان انتوا السنه دي ان شاء الله محتاجين الثلاث بطولات؟ يعني انتوا عندكم عزيمه واخدين عهد منكم من بعضيكم ان شاء الله ان الثلاث بطولات ما تروحش منا؟ لا طبعا لازم الثلاث بطولات ناخدهم، احنا من اول الموسم مركزين ان احنا نلعب على الثلاث بطولات، الكاس بقاله فتره غايب عننا، الدوري بقاله فتره غايب عننا، افريقيا الحمد لله واخدينها السنه اللي فاتت، فاحنا مركزين ان احنا ناخد الثلاث بطولات، ناخد الثلاثيه ان شاء الله، وده هدفنا، وكل واحد من اصغر واحد لاكبر واحد ده هدفنا من اول عمل الاوضه لحد كابتن ميدو وكابتن خالد ابو زينه، ده هدفنا ان احنا نتوج بالثلاثيه ان شاء الله، وكل الثلاث بطولات ان شاء الله جوه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. محمد عادل نجم الفريق وطبعا سنتر بلوك الفريق، شكرا جزيلا والف مليون مبروك يا محمد، الحقيقه اسعدتونا جدا النهارده وروح وحماس وبتدونا طاقه ايجابيه جميله جدا، والحقيقه يعني مش عارف اقول ايه، برافو عليكم وان شاء الله مستنيين منكم بطوله افريقيا الخطوة.